تدشين مهيب وحلة أبهى لشركة رائدة في الخدمات المصرفية على مدى 22 عاماً من الخبرة والنجاح. نتج عنها تأسيس بنك القاسم للتمويل الأصغر الإسلامي على يد الشيخ سلطان عبد الله القاسمي كامتداد لشركة القاسم للصرافة. الشركة العريقة ذات 22 عاماً من الخبرة والتي تمتلك 11 فرعاً بالإضافة لانتشار واسع عبر الوكلاء في مختلف أرجاء اليمن. بإذن ونيابة عن السادة أعضاء مجلس الإدارة، أشكر الله سبحانه وتعالى على توفيقه لنا في افتتاح هذا المشروع الاقتصادي التنموي. اليوم يوم مميز، تاريخ 25 يناير، افتتاح بنك القاسمي للتمويل الأصغر الإسلامي. طبعا هو امتداد لشركة القاسمي، شركة القاسمي لها أكثر من 22 سنة وأكثر من 11 فرع، والآن احنا بنك تمويل أصغر وإن شاء الله نساعد في التنمية، وهذا الهدف الأساسي من يعني تدشين البنك وانطلاقة البنك وتحويل الشركة إلى بنك تمويل أصغر. فضل الله سبحانه وتعالى تم اليوم تدشين بنك القاسمي للتمويل الأصغر الإسلامي، والذي يعتبر نقلة نوعية بالتحول من شركة رائدة في تقديم الخدمات المالية والمصرفية إلى بنك تمويل إسلامي أصغر. وقد تم في هذا التدشين الذي أقيم في صنعاء وعدن إعلان افتتاح بنك القاسمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وذلك نتاجا لخطة تحول استراتيجية ورؤية مستقبلية للمساهمة في تنمية الاقتصاد اليمني من خلال تقديم خدمات مصرفية ومالية لقطاع الأعمال وتوفير تمويلات شاملة وميسرة للأفراد والمشاريع المتوسطة والصغيرة. طبعا ما يميز بنك القاسمي هو ابتكار خدمات ومنتجات نوعية ستساهم في رفع الشمول المالي بالنسبة للمجتمع اليمني بشكل أكبر، ونبتكر خدمات تساعد أصحاب المشاريع وأصحاب الشركات وتسهيل أعمالها. وبحضور كبير من مختلف عملاء بنك القاسمي تم قص الشريط وافتتاح البنك بأقسامه المتنوعة وخدماته المتميزة. ويتطلع بنك القاسمي في تأسيسه الجديد إلى تقديم حلول مالية مبتكرة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وتعزيز دوره في تنمية الاقتصاد اليمني باستخدام تقنيات حديثة بهدف زيادة الكفاءة وتحسين مستويات الخدمة.